اهلا وسهلا، صباح الخير عليكم او مساء الخير. المهم فوقاش ما لقيكم هذا الفيديو، نبغي تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال، يا صباح يا عشيه يا نص النهار. فوق ما لقاكم هذا الفيديو نتمنى لكم غير الخير والسعاده وراحه البال يا ربي، والله يخلي لكم كل ما عندكم عزيز، الله يحفظكم وينجيكم. اقسم بالله ان هذه الدعوات خارجه من قلبي، والله واحد اللي شاهد عليا. جيتكم بالفيديو الجديد. الفيديو ديال اليوم هو روتيني الصباحي في تنظيف وتنظيم وكذلك وصفات الاكل اللي غادي تعجبكم، وخصوصا واحد الوصفه طلبتوها مني هاد اليومين بزاف منكم، شفتوني نزلتها على الانستغرام وطلبتوها مني، وهي الكوكيز اللي صراحه كيجي هائل جدا. المهم من بعد ما فقت من النعاس، واخا صراحه مؤخرا رجعت كنفيق معطله شويه، راكم عارفين البروغرام كيتخربق، مره كنفيقوا بكري مره كنفيقوا معطلين، مع دابا الجلاس في الدار الواحد ما بقاش مرسي على واحد الساعه، ولكن الحمد لله على كل حال. من بعد ما فقت من النعاس البنات، دوست مباشره للحمام كيف ما شفتوا في الاول المقطع. دخلت الحمام اعزكم الله، قمت بالوضوء وكذلك اعتنيت شويش بالبشره ديالي، الواجبات ديال الصباح وصافي. من بعد دوست لغرفه النوم، كيف ما كتعرفوا عليا هو انني دائما غرفه النوم كنبدا بها هي الاولى قبل الفطور، كننظمها وكننظفها، عاد ديك ساعتك كنخرج نقوم بالاشغال الاخرى. فهنا انا والزوج ديالي كنتعاونوا، كيف ما كتعرفوا ان الزوج ديالي دابا حاليا جالس في البيت ما خدامش، فكنتعاونوا على ابسط الاشياء واصعب الاشياء، الواحد كيتعاون كيدوز الوقت كيتحدى الملل وصافي، ما جاب حتى شي هو يجلس وانا نعمل الشغل ولا انا نجلس وهو يعمل الشغل، فكنتعاونوا مع بعضياتنا. وهذه هي الرساله اللي كنوجه كاع الازواج، اي واحد شاف هذا الفيديو، يا نساء يا رجال، هو انكم تعاونوا مع بعضياتكم في الشده في الحلوه في المره، الواحد يتحدى الملل يعيش ديك السعاده بالابسط الاشياء ديالها. والحمد لله على كل حال، الله يرفع لينا هذا الوباء ويا ربي تشفي جميع مرضى المسلمين. فهاد الهضره كنعاودها في كل فيديو، ولكن اقسم بالله انها خارجه من القلب، وكنتمنى يا رب كنتمنى ان هذا البلد الامين يبقى دائما امين، ويبقى دائما هذا البلد فيه السعاده وفيه راحه البال، ويا ربي يا ربي تحفظنا وتنجينا، والله يخلينا بصباغتنا. هادشي اللي نقوله. هنا كيف ما شفتوا غيرت الافريشه ديال السرير، كيف ما كتعرفوا انني كل 3 ايام، دابا دازت 3 ايام باش عملت الفراش، وراني كنقوم بالتغيير ديالو، خصوصا هاد الايام تولينا موسوسين مع راساتنا، كننظفوا كننظموا دابا ساعه الوسواس الخناس وصافي، ولكن الحمد لله على كل حال. هادشي اللي نقوله. بالنسبه للاخوات الجداد اللي عندي في القناه، كنرحب بكم، ومؤخرا ملي كيجيو عندي بزاف ديال الاسئله اللي متكرره الصراحه، الاخوات اللي كيجيو جدادين كيسقسوني شي اسئله اللي سبق لي هضرت فيها في الفيديوهات القدام، وكتبقى تعاود نفس الاسئله. واللي بغيت نقول لكم الاخوات اللي باقيين جداد في القناه ديالي كيبغيو يعرفوا بزاف الحاجات عليا، فبيمكنليش نبقى نعاود دائما نفس الهضره، كنعتذر. غير هو الفيديوهات السابقه رجعوا ليها، اي سؤال غادي تلقاو الجواب ديالو ان شاء الله يا ربي. وكنرحب بكم مجددا في القناه ديالي، وراكم بين العائله ديالكم ماشي مع شي حد براني، اي استفسار اي سؤال على الراس والعين، كذلك شي سؤال هيدا ولا دخلوا عندي الانستغرام ديالي اللي غنخليه لكم هنايا اللي هو ساره شرطه الابراهيمي، اي سؤال مرحبا على الراس والعين. وكنبغي نرحب بكم كاملين بكم في القناه ديالي. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما جمعت الغرفه ونظمتها، كان هذا هو الشكل النهائي، تنظيم بسيط عادي جدا. عملت الغوز مع البيض، صراحه كيعجبوني هاد الكشميرات بزاف البنات، داكشي علاش الاغلبيه الاوقات كنعملهم، والوقيت اللي بغيت نمشي نشري شي شكيل اخر ولا نفتش وقع هادشي، والحمد لله على كل حال. هنا كيف ما شفتوا واحد الشميشه تبارك الله ليله كامله وهي كطيح حتى، ودابا خرجت واحد الشميشه مجهده صلاه على النبي، الله يرحمنا على قد النفع وصافي. وصافي هادشي اللي كاين، الغرفه انتهت، ودابا ان شاء الله غادي ندوز باش غادي نشارك معكم الوصفه اللي وعدتكم بها. مؤخرا صوبتها وشاركتها معكم في الانستغرام وكاملين بكم بغيتوها، فدابا ان شاء الله غنشاركها معكم مره اخرى. نتمنى انها تنال اعجابكم، واكيد اكيد الا جربتوها ما غاديش تندموا نهائيا. خليكم مع تتمه الفيديو. غنشارك معكم الوصفه ديال اليوم اللي طلبتوها مني، وهي كوكيز من ألد ما يكون. اكيد الا جربتوا هاد الكوكيز مستحيل انكم تستغناو عليه مره اخرى. خديت جوج ملاعق كبار من الزبده، ذوبتها في الكاسرونه، وضعتها في اناء، هرست عليها واحد البيضه متوسطه في الحجم اللي تكون بحراره المطبخ.
هنا غادي ناخذ واحد الرشه من الملح، غنخلط هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم. تبعوا معايا خطوه بخطوه واكيد ما غاديش تندموا على هاد الكوكيز هذا الا ذقتوه. عندي واحد ساشيه ديال فاني سكر فانيلا العبار ديال 7 غرام، وعندي هنا سكر حبيبات غادي نضيف 3 ملاعق كبار، وبالنسبه للسكر على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي السكر زايد وكاين اللي كيبغيه ناقص. فهاد 3 الملاعق كيجيو هذاك في المذاق محلوش بزاف وماشي مسوس. كنحرك كذلك المكونات مع بعضياتها، وكنضيف واحد ملعقة كبيرة من القرفة. القرفة البنات إلا بغيتوها تعملوها ولا بغيتوهاش تحيدوها، ولكن كتعطي واحد المذاق من ألد ما يكون، يعني كتزين هاد الكوكيز وكتعطيه واحد اللون بني اللي كيجي رائع جدا. هاد الكوكيز البنات أولا صحي 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 100%، المكونات ديالو سهلة وأكيد إلا جربتوه غادي يعجبكم ويعجبكم بزاف. هنا عندي واحد الكأس غادي نوضع فيه الشوفان، الشوفان راكم عارفين صحي، وضعت كأس وشويش، يعني ماشي كأس بوحدو، كأس وشويش ديال الشوفان. الشوفان يمكن لكم تشريو باكية أو لا يمكن لكم تشريو دلعبار، الشوفان موجود وكيف ما كتعرفوا عليه هو أنه صحي بزاف بزاف بزاف. هنا غادي ناخذ واحد ربع كأس من زيت المائدة، الكأس ما عمرتوش ماشي نص غير ربع، غادي نضيفو على هاد المكونات وغادي نعاود نحرك مرة أخرى هاد المكونات هادو مع بعضياتهم. دابا جا الوقت الدقيق وجا الوقت ديال خميرة الحلويات، البيكنج باودر العبار ديال 8 غرام. وغادي نحرك مرة أخرى، بقاو تحركوا 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 باش يتجمعوا ديك المكونات مع بعضياتهم. غير تبعوا معايا خطوة بخطوة، ما تفلتوا حتى خطوة باش يجيكم هاد الكوكيز من ألد ما يكون. هنا عندي 3 ديال الملاعق من الزبيب، الزبيب البنات كنخليه قبل بواحد ربع ساعة في الماء اللي كيكون ساخن باش كيرطاب وكيطلق راسو. هنا عندي كيف ما شفتوا 3 ديال الملاعق كبار، ما بغيتش نكثر بزاف ديال الزبيب لأنه حلو بزاف وأنا ما عنديش مع الحلاوة الصراحة. نتوما تقدروا تضعفوا الكميه اولا تنقصوا الكميه، لكم الحريه. هنا عندي الدقيق، خديت المره الاولى واحد الكاس من الدقيق الابيض، من الاحسن انه يكون دقيق ممتاز، يعني اللي كيكون الحلويات ما تستعملوش الدقيق ديال العبر، فدائما الحلويات خليوا لي هذيك الدقيق ديال الحلويات. هنا زدت واحد نصف كاس من الدقيق، يعني هاد المكونات وهاد الكوكيز هذا كيحتاج كاس ونص ديال الدقيق. من بعد ما جمعت العجين وصبح على هذا الشكل هذا، غنشكل به كريات او كرات ستيتوين على حسب قداش بغيتوا الكوكيز ديالكم، واش كبير ولا صغير ولا متوسط. فانا خديت ديك الكوكيز اللي ما كبير ما صغير، متوسط في الحجم، وغادي نكورهم ونحط كل وحده من بعد شويش على الاخرى باش من يتفتحوا ما يتلصقوش مع بعضياتهم. دابا غادي نحطهم على شكل كريات باش يرتاحوا، ديك ساعتك من عمر اللاطه ديالي عاد غادي ندوز باش غادي نبسطهم وحده بوحده، وغادي نوري لكم التزيين ديالو باش غادي نزينو وكيفاش غادي نزينو. اما بالنسبه لحراره عفوا الفرن باش تكونوا عارفين، خاصها تكون 180 درجه من التحت حتى يقربوا يطيبوا، شعلوا عليهم من الفوق. هنا غادي ندوز باش غادي نبسطهم، والفران قبل ما تدخلوا فيه هاد الكوكيز ضروري خصو يكون ديجا شاعل بواحد 5 دقائق باش يكون سخون باش ما يتكرموش لكم ديك الكوكيز. وفي نفس الوقت يا اخواتي الغاليات ما تحاولوش انكم تخليوا الكوكيز اكثر من 10 دقائق في الفرن، لانه يا اما غادي يتحمر بزاف من التحت واما غادي يولي المذاق ديالو لا علاقه، غادي يتقص لكم وغادي يتكرمل بلا قياس ويبقى يتفرتت معاكم. الفران يكون على 180 درجة الحرارة من الأسفل، من بعد تاكي قرب يطيب كتشعلوا عليه من الفوق، وما تفوتوش 10 دقائق في هاد الكوكيز هذا. هنا زينته بالشوكولا اللي كتجي كريات صغار كيف ما شفتوا، ودابا غادي ندخلهم الفرن ونرجع معكم بعد 10 دقائق.
من بعد ما وجد لي الكوكيز ديالي للفطور كيف ما كتشوفوا كيجي رطب وفي نفس الوقت مقرمل، يعني ما كيجيش ديك الكوكيز اللي مقرمل لدرجه انه كيتفرتت، لا يعني واخا تهرسوه ما كيتفرتتش ليكم، كيجي رطب وفي نفس الوقت مقرمل. القاع ديالو كيف ما شفتوا كيف جا، والفوقاني ديالو كيف جا، ولكن ملا شكلا ما نهضروش عليه، ولكن المذاق هو اللي نهضروا عليه. المذاق كيجي من ألذ ما يكون، غير جربوه اكيد مستحيل انكم غادي تندموا. صراحه انا جربته في الانستغرام، ما بغيتش نشاركه معكم في الفيديو، قلت زعما كلشي غادي يكون كيفهم يعد الكوكيز، مي لقيت عليه واحد الاقبال كبير 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 كبير، وقررت انني نعاودو اليوم في الفطور. هنا كان هذا هو الفطور ديالي مع القهوه، غادي نوجد كويز القهوه مع الكوكيز الله يجعل شي بركه، ومن بعد الفطور غادي نرجع معكم باش نشارك معكم الغديوه ديال هذا اليوم. هذا من بعد ما فطرنا والله يجعل شي بركه، صراحه الكوكيز جا كيحمق. ما نشكروش لكم الا الا جربتوه، اكيد غادي نتوما تشكروه ليا. فهنا كيف ما كتشوفوا دوس باش كنوجد الغديوه ديال هذا اليوم هذا، بما انه روتين صباحي خصني نوجد معكم داكشي اللي كيتوجد في الصباح. الغديوه ماشي كنشاركو معكم حيت نتوما ما كتعرفوش طيبو، وانما حيت كيتبعوني بزاف ديال الطالبات، بزاف الاخوات اللي باقيين مبتدئات كيبغيوني نشارك معهم الغديوه والطرق ديال الطبخ خطوه بخطوه، وانا كنحاول نوصل لكم طريقه الطبخ كيفاش كتكون بالنسبه للاخوات المبتدئات. دائما كنقول لكم انا واعود بالله من قوله، انا ماشي طباخه، ماشي شي وحده اللي عندها شهاده ديال الطبخ، وانما الحاجه اللي كنعرف ليها كنشاركها مع المتتبعات ديالي اللي متبعيني، ونتمنى انكم تقبلوا عليا وصافي. المهم هنا كيف ما كتشوفوا فرشت البصيله، طويجن عادي ديال الدجاج والخضيره وصافي، عملت عليها الجعده. هنا عندي الدجاج قطعت عليه واحد شويش ديال البصيله شلطتها، عملت عليها الربيع كيف ما كتشوفوا، غادي نزيد عليه شويش ديال الزيت البلديه، وغادي ندوزو التوابل. عندي هنا الزعفران، راكم عارفين التوابل ديال الدجاج كيفاش كتكون، ولكن غنعاود نشرح لكم مره اخرى. سكينجبير، سكينجبير ضروري خصو يكون في الدجاج. هنا عندي الخرقوم، الابزار، والملح، اخر شيء الملح. الملح البنات ما نقدرش نعطيكم العبارة، راكم عارفين الملحه على حسب الذوق، وانا كنستعمل ديك الملحه اللي كتكون رقيقه بحال السكر، هذيك هي اللي كتعجبني. شحال ما عملتو ما كتجيش ماكله مالحه، الملحه الغليظه سبحان الله العظيم دغيا كتغفلني. هنا عندي الثوم المجفف، حتى هو كيجي مزيون في الدجاج. وهنا عندي العطريه ديال الدجاج، هذه اختياريه فقط، انا غير شاركتها معكم، كتعجبني كتعطي واحد اللذه في الماكله وكتجي مخلطه. المهم راني سبق لي شاركتها معكم وقلت لكم كتبع ديك الطويصه بشي 10 دراهم قريعه، فيها واحد اللذه مزيونه كتعطي. هنا عندي الدجاج من بعد ما شرملته خليته يرتاح شويش، من بعد ما ارتاح دابا كنعملو في الطويجن ديالي كيف ما كتشوفوا. هاد المريقه هذه اللي بقات هنا غادي نشرمل فيها هذيك الجعده، يعني الجزر والبطاطا اللي قطعتهم دواور، غنشرملهم كاملين باش الخضره هي تجي متشرمله ما تجيش بيضه حافيه. الطويجن كيجي فاعل تارك صراحه، كيجي لذيذ لذيذ لذيذ، مزيون بزاف. تقولوا لي كلشي كتشكري، ماشي كنشكر لكم راسي والله العظيم، انني كنشارك معكم الاشياء اللي كتكون عندها ايجابيه، ما كنشاركش معكم الاشياء اللي ما فيهمش الايجابيه. هنا زدت الجلبان كيف ما شفتوا وعملت المريقه، الطويجن ديالي هو هذا، نخليوه يطيب على خاطر خاطرو ونغطيو عليه صافي. هادشي اللي كاين بالنسبه للنار، خصها تكون مهيله بطبيعه الحال باش ما يطرطقش لينا الطاجين، الطاجين ما كيبغيش العافيه مجهده. هنا قال لك الزوج ديالي هو اللي غيوجد العصير ديال اليوم، الله يخلف عليه، وجد كل حاجه في الطبصيل وكل طبصيل في شكل. المهم عرفتش علاش الرجال كاملين فحال فحال، مي المهم كيقوم بالواجب ديالو. هنا عمل الفريسه، غسلها مزيان وحيد لها ديك العروق ديالها، كذلك قطع هنايا اللتشين، عجز انه يعصر اللتشين فقطعوا بهالطريقه هذه، اصلا المولينكس كطحن كل شيء. عندنا هنا البربات هي حكه في الحكاكه، المهم عصير مخلط وهذا الشيء كامل اللي فيه صراحه صحي، راكم عارفين الفريسه اللتشين البربات جعده كل شيء هذا الشيء صحي. تجعده حتى هي حكه بهالطريقه هذه، الجعده البنات هي الجزر الناس اللي ما كيفهموش اللغه ديال الشمال.
وها هو العصير ديالنا وجد. المهم الزوجة اللي حضر لنا العصير كيجي صراحة صحي مزيون بزاف، خصوصا الناس اللي مرادين، الناس اللي كبارين في السن، وحتى الأخوات أو الناس اللي فيهم فقر الدم في حالي أنا. كنحتاج بزاف هاد العواصير هادو الحمراء اللي كيكون فيهم بربات، جعدة، لتشين. من بعد ما طاب الطويجن تغدينا والله يخلف ولا جعل شي بركة. المهم غداء كان بسيط جدا، الطاجين اللي شاركت معاكم ديال الدجاج، والعصير اللي طحن الزوج ديالي. المهم انا دائما كنفضل العواصير في الغداء في العشاء في ميريندا على انني نحط المناضله. البنات ما عندي شي معاها، كتعجبني مره الا كانت شي حاجه من الدماء ولا شي لحم بالبرقوق ولا هيداك واخا، ولكن الماكله هيدا وصافي ما كيعجبنيش ندخل المناضله للدار بزاف، اصلا ماشي صحيه، فيها غير لي غاز، ومن الاحسن انكم تجنبوها الا كنتو كتشربوها بزاف. كتعمل لي غاز وما صالحه حتى شي حاجه، ما فيها حتى شي منفعه المناضله. يا اما شربوا العصير واما مشربوا الماء من الاحسن. هنا كيف ما كتشوفوا جمعت الطابله، وراجلي جالس كيخربق في التليفون، ولدي حتى هو جالس في الكرسي ديالو. الدار كتبان مسلسه مظلمه مره، حيت تبارك الله بدات الشتا كطيح وشديت السراجم كاملين، داكشي علاش كيبان لكم الظلام في الدار. الله يرحمنا على قد النفع، والله يعطيها لنا على قد النفع يا ربي الحبيب. وصافي ديك الساعات غادي ندوز للمطبخ باش نقوم بالتنظيف ديالو. هنا دوس الكوزينه باش نقوم بالتنظيف ديالها. كلبس الطابليه كما كتعرفوا عليا البنات، انا ماشي من النوع اللي كلبس الطابليه في الشغل، اصلا ما كنوسخش حوايجي، من ديك النوع اللي مسانسه كنعمل الشغل بلا ما نلبس الطابليه. ولكن مؤخرا ماما مسكينه رجعت كتخ الضرب الليخيه، يعني فين ما كنور كنجبر الليخيه، وكنخاف على الحوايج اللي توسخوا لي، فلهذا وليت كنرد بال مزيان معاها. كلبس الطابليه بزز مني بغيت ولا كرهت. هنا غادي ندوز باش غادي نغسل القشاشة وننظف هاد سطح العمل، نتوما عارفين الشغل ديال الكوزينه. ونخليكم مع تتمه الفيديو ان شاء الله، غنشارك معكم التيشه شحال هذه كنت شاركتها معكم في واحد رمضان العام الاول. شاركت معكم التيشه، ولكن بالنسبه للناس الجداد غادي نعاود نشاركها معكم اليوم بطريقه صحيه. واخا صراحه ما عنديش التيشه الشعير، عندي غير التيشه عاديه، ما جبرتش شكون اللي يجيبها لي، عندي غير العاديه، عكست لي نحمصها في المقله، فلهذا غادي نعملها هيداك، غادي نعملها مع الشوفان. راكم عارفين في هذا الوقت هذا ومحتاجين ديك المناعه القويه، والمناعه القويه الصراحه هي اللي ما عندناش حنايا. كنحاول انني نعمل ديك الماكله اللي كتكون سخيخه، الصوبا، يعني اي حاجه اللي تكون صحيه وفي نفس الوقت تعطينا شويه ديال المناعه. المهم نخليكم على فيديو، ملي نسال لي هذه الروينه غنشارك معكم التيشه.
هنا بالنسبة للشيشة خديت واحد طنجرة كبيرة وضعت فيها ملعقة كبيرة من الزيت البلدية، حكيت عليها واحد البصلة كبيرة، حكيت عليها واحد جوج طماطم. كذلك هنايا عندي الشيشة اللي غسلتها مزيان مزيان مزيان، ضفتها على هاد المكونات هادو. دابا غادي نضيف واحد تقريبا كأس ديال الشوفان، كيف ما كتعرفوا أن الشوفان صحي. هنايا عندي واحد الملعقة كبيرة من الربيع. هنا غادي ندوز للتوابل. بالنسبة للتوابل كنضيف الملح أول شيء، بالنسبة للملح على حسب الذوق. هنا عندي ملعقة صغيرة من الإبزار، ملعقة صغيرة من سكينجبير، وتقريبا ملعقة كبيرة من التحميرة. هنا غادي نشعل على البوتاغاز على نار متوسطه، ما تكونش مهيله وما تكونش مجهده. وهنايا خديت الماء اللي كنت غليته مزيان سخنته، وهنا غادي نضيف الماء كيف ما كتشوفوا. غادي نعمر الطنجره ديالي كامله حتى الفم تقريبا، وغادي نبقى نحرك. هي كطيب وانا كنحرك لمده ثلث ساعه تقريبا، لانني ما كنجهدش على البوطه، كنخلي ديك الشيشه تطيب على خاطرها باش ما تبقاش خضره. المهم دابا غادي نشد عليها ونخليها تطيب على خاطرها. من بعد ما خليت الشيشه ديالي طابت على خاطر خاطرها لمده 20 دقيقه، كيف ما كتشوفوا كان هذا هو الشكل النهائي ديالها. عملتها في الزليفات، وكذلك رافقتها مع القليل من الشبكيه ديال الزنجلان والقليل من البريوات ديال اللوز المعسلين كيف ما كتشوفوا. فصراحه كتجي لذيذه جدا، كذلك صحيه بحكم ان فيها الشوفان، ما فيهاش شي حاجه اللي كتضرنا. في نفس الوقت البنات بالنسبه لهذا الوقت هذا اللي حنايا كنمروا في هذه الظروف هذه، وراكم عارفين الفيروس والمرض منتشر، محتاجين اننا نشربوا المشروبات الساخنه وكذلك الماكله اللي تعطينا مناعه قويه. نتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه، هذه كتجي بها رائعه، وخصوصا اذا كانت عندكم تيشات الشعير من الافضل. هنا كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا، ما ثقيله ما خفيفه. حاولوا انكم ما تثقلوهاش، وفي نفس الوقت ما تخليوهاش خفيفه بزاف بحال الماء باش تاخذوا ديك الافاده ديالها. وصافي، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم اللي شاركت معكم فيه روتيني الصباحي، شاركت معكم فيه وصفات وتنظيم. نتمنى ان لا فيديو اليوم تنال اعجابكم، الى عجبتكم خليو لينا لي لايك، بارطاجيو القناه مع الاحباب والاصحاب، وبسلام عليكم.